صباح الخير اخوتي، اليوم فقنا في الصباح عندي الطوبيس مع ستة اللي غيديني من براغا في الريبوبليكا تشيكا لبولاند كراكوفيا. غنمشي نشد الطوبيس دابا هي وجدت حويجي عاوتاني سدي الساكادو ديالي وان شاء الله غنمشي لبولونيا. ديك الكامبي فين كانوا كيقتلوا اليهود في الحرب الثانية العالمية ونشوفوا شي حاجه اخرى في ديك المدينه غنوريكم. المهم بقاو معنا صافي. الله وصلت دابا هي لكراكوفيا بولونيا. دابا كنبري على شي بلاصه فين غندوز الليله بعدا باش غدا نمشي نشوف اوشويتز. على ربي نسيب شي بلاصه تكون رخيصه وتكون حدا شي ستاند باش نقدر نتقدى شي حاجه من ناكل. طوبي شويه بدا كيقهرني ولكن الحمد لله. اللي بغى يجرب شي حاجه بحال هادي ديما يكون ثقه في النفس وراء اي حاجه كتبشويه بشويه كتبدا تبان لك. انا دابا كنبري على شي بلاصه فين الناس تكون رخيصه، يعني ديجا دست عند اوتيلات اخرين وقالوا لي شي ثمنات خياليين وما قديتش عليهم. وبالصحه والراحه اخويا. دابا الدراري صبت هاد البلاصه فين غنعسو كنعسو فيها 10 دراري ودريات مخلطين. ما عرفتش هاد المصيبه هادو اللي مديرين هنايا، ولكن بعدا رخيصه ب 7 اورو الليله، 14 اورو يومين غنبات فيها. زوينه فيك وعد لي عندنا الكوزينه وعندنا فين نشربو قهوه وداك الشيء. المهم ما بياش عسكريه كاينين هنا صاحبي. شوف وحال هادي الدراري. السلام عليكم. اليوم غادي نمشي كيف قلت لكم لاوشويتز وخاصني نلبس شويه مزيان حيت غيكون البرد وغيكون واحد البرد قاصح، يعني راه قربنا قل 15 غراد. وغادي نلبس مزيان باش نعرف كيفاش نكالي على راسي الخضره. دابا وصلت في اوشويتز في الدخله ديالهم وغنديروا دابا فلوغ ونوريكم شويه كيفاش هنايا دازت الحياه ديال اليهود اللي ماتوا واللي قتلوهم بديك الطريقه. راكم كلكم عارفين وغندخلكم بيت في داكشي اللي غنشوف حتى انا. البرد بزاف. انا لابس جوج جاكيطات ولابس هاد السبادري وما كافيش. تخيلوا دابا الحياه اللي كانوا كيعيشوا دوك الناس فاش كان كيكون هاد البرد. ولا عندنا هنا البوالات ديالو كاع البوالات باش كانوا كيوصلوا في الكامب. وشوف كاع البوالات بابا ديال الدراري الصغار، يعني شي حوايج ما كيتخيلوش على العقل ديال بنادم. صعب بزاف. عندنا الله يسرو عليهم الصباب ديال الكبار. عامر يعني المشاطي ديالو عاوتاني داكشي باش كانوا كيصاوبوا اللحيه ديالهم. هي البلاصه فين كانوا يلاه كيواصلوا كيكستفوهم كاملين واحد حدا الاخر وكيحكموا عليهم. ولا كان واحد مريض كيعدموه، اما الا كان مازال صحيح عاد كيصيفطوه يخدم في هاد الشركات كلهم اللي كاينين طواله هنايا. عندك البلوك ستة دابا نشوفو تا واش فيه. تصور حقيقيين، يعني هذا سميتو زيغموند ماركوفسكي، مزيود في 1919 ومات في 1942. اي واحد ندري ليه شي كان كيوقع ليه، يعني ما تتخيلش بنادم يقدر يدير شي حاجه بحال هكا، يعني ما يرعيش الله حتى للدرجه. صعيبة بزاف تخيلوا. داك الشيء اللي كانوا كياكلوا كيعطيهم ياكلوا كيعطيهم هاد المعان، هادو كيديروا فيهم بحال الصوب، يعني طرف ديال الخبز من ضمن فرماج. هادي شوما اللي كانوا كياكلوا من في غداهم ديال البلاصة كانوا كيناسوا فيها بحال هكا. ولا هكدا تقريبا هادشي ما نتخلعوش منو، راه كاين اللي مازال كيعيش في العرويات وداكشي وكيعيش بهاد الطريقة. عندنا الطواليت ديالهم
والله بابو واش كيغسلوا وداك الشيء باش يمشيو يخدموا في الصوان. اما الشاف ديالو الشاف ديال دوك اليهود اللي كيكون غير مقابلهم وداك الشيء داير ليه بيت ابار حتى هو كيسحب راسو يعني الشاف، ولكن وانا ما عارف راه هو بحالو بحال الاخرين حتى هو في الاخر. كيف كيبانوا لكم الدراري ديال الاسرائيليين كيجيو حتى هما دابا يزوروا هذا الشيء، ما فاهمينش بان اسرائيل رجعت من بعد وما عندهاش علاقه بداك الشيء اللي واقع دابا. هذا هو المشكل اللي واقع، جد اسرائيل داك الشيء اللي وقع هنا، ويا اسرائيل تزالت من بعد داك الشيء اللي وقع هنا، وما وقعش داك الشيء محال تكون اسرائيل كاع. صور ديال الدراري باقيين صغار بزاف وحوايج. هو كيدهشر شوية الديكور لي باش الطريقة باش كانوا محبوسين، وفاش كتشوف الشبيك اللي حابسهم ومنين كانوا كيحضيوهم وكيفاش كانوا كيتحضاو، صعيبة شوية بزاف. وإلا تخيلتوا البرد اللي كاين والثلج ديما طايح وداكشي اللي كانوا كيلبسوا ما كافيش، كتحس بأن الإنسان يقدر يوصل لواحد الدرجة ديال الفعل خايبة بزاف. صافي سالينا الدورة، غنخرج دابايا وكنتمنى تكونوا فهمتوا داكشي اللي قلت لكم وتخيلتوا معايا داكشي اللي شفت. نطلب منكم تبارطاجيو هذا الفيديو وديروا لايك لليوتيوب ديالي، وبقاو معنا ان شاء الله نشوفوا في خلقه اخرى في بلاد اخرى ان شاء الله. كنشكركم بزاف وكنطلب منكم تسمحوا لي الى اللغه ما كانش لي، ولكن هادشي اللي عطى الله هادشي اللي تعلمت من الوالدين، انا ما قريت ما والو في المغرب يعني. يلا بقاو معنا.